دخلنا الى هذا المحل اللي هو محل عبد الله الثويني. مساء الخير. مرحبا. شلونك؟ شخبارك؟ طبعا تجربتك هي تجربه فريده من نوعها كعراقي، واحنا تعرف برنامجنا يبحث عن العراقيين اصحاب التجارب الناجحه، وايضا نبحث عن العراقيين اللي يواجهون تجارب قاسيه ربما، لكن نعم. تجربتك فريده من نوعها. نعم. هي انه نقلت الذهب الـ21. نعم، الـ21 إلى أوروبا. نعم. بشكل مختصر شلون قدرت تنقل هذا الشيء وتقنع الأوروبيين إنه يتداولون هذا النوع من الذهب؟ قدرت أفرض نفسي عليهم بالعيار الـ21، الكواليتي والموديل. الكواليتي والموديل. نحكي هسه على الكواليتي لو على الموديل؟ اللي عجبك. نحكي على الكواليتي. الكواليتي. الكواليتي هنا المعروف في أوروبا العيار هو 18، أي 750. احنا بدينا بالـ21. 21 يعني 875% من الألف للـ21. للـ21. نعم. من اجينا هنا لأوروبا كان صعب التقبل بالبداية، يتقبلون الـ21. المسألة ثقافة، يعني كل العراقيين متعودين بأنه يشترون 21. كل العراقيين ما متعودين يشترون 18 إلا قلة. كل الأوروبيين متعودين يشترون 18، ما متعودين يشترون 21. 21 هم إلا القلة، والـ21 أيضا إلا القلة. ذلك يعني بأنه هي مسألة ثقافة، شلون تقنع الزبون أو المقابيلك أو هذا المجتمع بأنه يوجد ذهب عيار 21. شلون قناعتهم؟ الموديل. بالموديل. نعم. بالموديل والماركة والتسويق أيضا إلى عنصر. بس أنا أرد أسأل سؤال. العراقي الموجود هنا بأوروبا. نعم. نفس العراقي اللي أو نحن نقول العراقية. نفس نعم. نفس العراقية اللي تبحث عن الموديلات اللي بالعراق لو نفسها الامرأة العراقية الأصيلة اللي هي تبحث عن المسألة مسألة ثقافة. زين، أنا أرد أفهم شيء ثقافة بأنه من تجي تشتري يجون مثلا خلينا نقول العريس والعروسة والعروسة. نعم. وأهل العريس وأهل العروسة. هي موجودة بعد هنا بأوروبا. نعم نعم. العراقيين اللي عايشين بأوروبا. العراقيين اللي عايشين في أوروبا وفي بلجيكا. نفس التقاليد. نفس هم التقاليد. هم العروسة نفسها تجي نفسها. وتتشرف هذا والعريس يجي يدفع. والعريس يجي يدفع. هذا موجود هنا بأوروبا. نفسها. إحنا الحمد لله. آخر عريسين اشتروا نيشان من عندك. شو وقت؟ البارحة. عراقيين كانوا. عراقيين. نعم. العراقية اللي موجودة هنا ايش اخذت النوعية اجتي ام الولد ام البنية ام الولد قعدت على هذه القنفة احنا نقولها بالعراقي ام الولد قعدت على ام البنية قعدت على القنفة ام الولد قعدت على القنفة وجو الولد والبنية العرسان خلينا نقول اول ما بدأوا باختيار الحلقات تعرف القياس والموديل وبعدين بأنه رادوا اثنيناتهم يكونون الموديلين المتشابهة. هذه نقطة. النقطة الثانية رادوا بأنه نكتب اسم على حلقة الولد اسم البنية. اسم البنية. ونكتب على حلقة البنية اسم الولد. اسم الولد. نعم. فقلنا لهم ما عندنا هذه بيها مشكلة. احنا نقدر نكتبها ونحفرها بطريقة حديثة اللي هي الليزر. وبعدين ورا ما اختاروا ذني الحلقات بدأوا يختارون الطقم. اختاروا الطقم اللي هو خلينا نقول النيشان فبدأوا يختارون هنا حسب إمكانيتهم. نحاول إحنا ما نحرج الزبون يعني يقدمونا كل الخيارات اللي هي ضمن إمكانياته. نعم. ما أريد أخرج عن قبل ما نغادر المحل خلينا ندخل للورشة. تفضل. يلا تفضل. وصلنا لهاي الورشة. نعم. بس الورشة صغيرة. نعم. هذه عندنا الورشة الصغيرة اللي هي التصليحات البسيطة. مثلا الزبون اجى اشترى مثلا خاتم كبير عليه، مباشرة نقدر نصغر الهيا.
او زبونه اشترت بانه خاتم صغير عليها مباشره نقدر نكبر الهيال. جيد، يعني نقدر نقول انه هي هاي تصليحات سريعه. تصليحات سريعه، بس اكو ورشه اكبر ليش صناعه؟ نعم، تصنعون بها الموديلات. الورشه اللي هي في هنا في بلجيكا اللي هي بصفنا، هذه الورشه اللي بها المكان نفس هذا السوق. اي المكان، المكان الكبار، وعندنا ستاف يتكلم. هسه الاخ هنا ايش يسوي هسه؟ هنا أنا قاعد يقص حرف، اذا تركز عليه هذه بليته ذهب وقاعد يفصل حرف. انا اشوف هنا طبع. اوكي، اذا تسمح لي اشرح لك. هذه اسم سيلينا. سيلينا هذه صياغه اسم تحت الطلب. هم طالبين، الزبون طالب اسم سيلينا. انت هنا طبعته. نعم. نعم طبعته. اذا تشوف المقطع هذا وتشوف النقاط نفسه وتشوف هذه وبعدين نركبه سيلينا وبعدين هذا نلحمه ونرتبه هاي تلحم مع بعض طبعا. نعم. تلحم بالذهب. جميل جدا. زين؟ جميل جدا.